بس انا في نقطه هعلق عليها، حضرتك تقولي ايه؟ الانفصال او الطلاق. يعني احنا في الطلاق اللي هو خلاص ورق رسمي طلاق، في انفصال بتبقى الست عند امها او الراجل عند امه او الاثنين بعاد عن بعض ومفيش ورق رسمي، المهم بيبقى في مشاكل، يعني ده برضو بيبقى نوع من انواع الانفصال. وفي انفصال داخل البيت. انفصال داخل البيت دي جديده، يعني انا قاعد انا ومراتي في البيت ومنفصلين. لا تقريبا كل واحد عايش حياته الاجتماعيه لوحده، وبيبقى شخص منهم الام او الاب هو اللي دايما مهتم بشؤون الاسره اكتر من التاني، والتاني كان تقريبا مش موجود او كانه مش موجود. ولكن غالبا في معظم الاحيان احدى الطرفين، انا مش هقدر اقول دلوقتي انها الست بس لان في رجاله كتير برضو بتعمل ده، احدى الطرفين بيختار انه يكمل الشكل الاجتماعي والحياه الاسريه بس عشان خاطر الولاد. احدى الطرفين. طب والطرف الثاني هل بيتخلى ولا بيبقى عايز لا يكمل؟ بيبقى عايز يكمل برضو الشكل الاجتماعي وهي عايشه والسلام. المشكله مش في كده بقى، المشكله مع الاطفال دول ان هم يعني دلوقتي الاطفال عندهم من النضج الكفايه اللي يخليهم يلاحظوا الحب والكره، هما بيلاحظوه بالفطره، تمام. وبالتالي في معظم الاطفال بتستغل الحته دي كويس جدا، بيعرف يستغل بابا لوحده ويعرف يستغل ماما لوحدها عشان يعرف يخرج بالنتيجه النهائيه اللي هو عايزها، اللي هي مفيش رولز، مفيش حد يقول لي اعمل ده وما تعملش ده، اخد فلوس زي ما انا عايز، اخد لعب زي ما انا عايز، اخد خروج زي ما انا عايز، اخد حب زي ما انا عايز واهتمام زي ما انا عايز. يعني الطفل ممكن يلعب على الوينجين في الحتة دي، طبعا. يستغل ده من سن كام يا فندم؟ لا الطفل ذكي من اول يوم، بس عشان بس في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي يعني هي الاطفال بتفهم. الاطفال بتفهم يا جماعه. انا لسه كان معانا الاخ مكاري دلوقتي بقول له 9 سنين وثالثه ابتدائي ولا اعدادي، انا خدت لا محاضره. الطفل من سن يوم بيفهم يا جماعه، بيفهم، بيعرف يميز ضربات القلب اللي بتجري عليه بسرعه، يعني مامته باباه الريحه، وبالتالي يعني مثلا انت ممكن تبقى قاعد مثلا بطفل اختك اخوك وهم راحوا مشوار وسايبينه مثلا مع مراتك، تلاقيه قاعد ساكت طول ما هم مش موجودين، عيط شويه وبعد كده انتوا عرفتوا تسكتوه. اول ما بيحس بيهم عند الباب او يشم ريحتهم باب الاوضه اللي هو فيها او يسمع ضربات قلب بيفتح سرين. طب انتوا مستغربين واحنا كنا بنقرصك؟ طب ما انت كنت قاعد ساكت انت ومحترم. قاعد ساكت معانا كويس هو ومحترم. لقى الامان بتاعه اللي هو الاصل لا الذكاء بتاعه.